يا صباح الفل، كم مرة حطيت لنفسك هدف وخطة وابتديت وبعد كده ما كملتش؟ كم مرة عموما حطيت لنفسك أهداف وما حققتهاش؟ طب سيبك من اللي فات وخلينا في دلوقتي. لو مش عارف ايه أكبر عائق بيقف بينك وبين تحقيق هدفك تبقى الحلقة دي ليك. لو انت بتعاني من صعوبة في الوصول لأهدافك عموما يبقى انت في المكان الصح، لأن في حلقة النهاردة هقولك على فكرة هتغير طريقتك في التعامل مع الأهداف عموما وهتساعدك في تحقيق هدفك. أنا نادي وده برنامج فكرة الصبح. في واحدة من الحصص التدريبية لمدرب رماية بس عميق شوية، جمع أفضل 3 متدربين عنده وحب يديهم درس ما يتنسيش. المدرب ده وقف الثلاث متدربين في صف ورا بعض وحط قدامهم على مسافة بعيدة تمثال لصقر كبير، وقال لهم إن الهدف بتاعنا إن إحنا نصيب العين اليمنى للصقر. وبدأ بالمتدرب الأول وسأله: جاهز؟ رد عليه: أيوة يا كابتن. طيب أنت شايف إيه؟ قال له: شايف الصقر يا كابتن. قال له: تمام اضرب. وطبعا المتدرب ما قدرش يسيب اصلا الصقر. المدرب نده على اللي بعده: جاهز؟ ايوه يا كابتن جاهز. طب انت شايف ايه؟ انا شايف الصقر يا كابتن. قال له: طب اضرب. ونفس اللي حصل مع اللي قبله، بس المره دي جت يا دوب في كتف الصقر. ودلوقتي جه الدور على المتدرب الثالث اللي الكابتن ساله نفس الاسئله: جاهز؟ ايوه يا كابتن جاهز. انت شايف ايه؟ قال له: انا شايف عين الصقر اليمين يا كابتن. ابتسم الكابتن وقال له: طب اضرب. وفعلا المتدرب ده أصاب الهدف بدقة. وهنا المدرب وقف وسطيهم وقال لهم: لو ما شفتش الهدف بتاعك بوضوح ودقة عمرك ما هتوصل له أبدا. ونفس الكلام ده ينطبق علينا كلنا حرفيا. لو أنت عندك هدف لكن مش شايفه بكل وضوح ودقة يبقى ما تستناش أنك توصل له. أصل ببساطة مش هينفع تروح مطعم وتقول لهم أنا عاوز أتعشى، لازم تكون محدد بالظبط أنت عاوز إيه. عندك مثال مثلا محمد صلاح، في آخر لقاء لي قال إن هو من عادته قبل كل ماتش بيقعد يمارس تمارين التأمل، وقال إن في التمارين دي بيتخيل أو بيعيش الماتش قبلها بيوم أو قبلها بكام يوم، وبيتخيل بالظبط إيه اللي بيعمله في الماتش. وقال كمان إن معظم الأهداف اللي سجلها أصلاً كانت خيالها في عقله قبلها، وقال باللفظ إن الخيال ده بيدرب عقله إن يوصل للهدف في الواقع. وهذا بالظبط التمارين اللي أنت محتاج تعمله كل يوم علشان تخلي هدفك واضح جداً في عقلك. اتخيله بكل تفاصيله، اتخيل لحظة وصولك وتحقيق الهدف ده احساسك ساعتها هيكون عامل ازاي. وده مش دروشة ولا كلام تحفيزي، انا هقولك على 3 فوائد مهمين جدا للموضوع ده. اول حاجة انه هيخلي هدفك واضح جدا في عقلك، مش هيخليك ماشي كده وخلاص مش عارف انت عاوز ايه. تخيل معايا كده لو في فرقتين بيلعبوا كورة لكن بيلعبوا في ملعب ما فيهوش اي مرمى، ايه اللي هيحصل؟ ال22 لاعب هيجروا وخلاص رايحين جايين في الملعب، لكن لو في مرمى كل فريق عارف ايه الهدف اللي محتاج يوصله. ودي اول فايدة، هتخليك شايف الهدف بعينيك ورايح ناحيته دايما. وتاني فايدة للتمرين ده ان بيفكرك كل يوم بالهدف بتاعك، وفي نفس الوقت بيحمسك علشان ما تنساش او تقف او تيأس. تالت حاجة ودي الاهم، انك بتقنع عقلك بامكانية تحقيق الهدف. ولما تكرر الفكرة دي كل يوم فعقلك، عقلك هيكون مشغول بالهدف بتاعك، فبالتالي هيطلع لك افكار تساعدك على تنفيذ وتحقيق الهدف بتاعك، وكمان هيطلع أفكار تحل المشاكل اللي هتواجهك. وعلى رأي الرائع نابليون هيل: أي شيء يستطيع العقل البشري تصوره والإيمان به تستطيع الإرادة البشرية تحقيقه. وخليك عارف إن احتمالية وصولك لهدفك تتناسب مع درجة وضوحه في عقلك. كمان عاوز أقولك إن فكرة النهاردة مرتبطة بالحلقتين اللي فاتوا، فما تنساش تشوفهم علشان هيساعدوك فعلا، وأنا هسيب لك لينكاتهم في وصف الفيديو. وخليك فاكر شعارنا دايما: اليوم أفضل من الأمس وغدا سيكون الأفضل. ولو عجبتك فكرة النهاردة دوس لايك وشاركها مع أصدقائك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان ما تفوتكش الحلقات الجاية. صباحك كله نجاح، وأشوفك الحلقة الجاية من فكرة الصبح.